لن نسمح بفساد، مش فاسد في الزمالك، زمالك انتزم الاهلي، انتزم الاهلي مرور منشور. لن نسمح بفساد في الوسط الرياضي، لن نسمح بشركات عالميه جايه تشتري زمن في مصر. كلام واضح البلاغ، اتقدم لمعالي النائب العام، اللي عايز يتابع بالتفاصيل موجود عنه، بالاسماء، باليوم، بالساعه، باللبس، بالشنطه لونها ايه، اللي اتحط فيها الفلوس، اللي خد الفلوس كان لابس ايه. انما برضه بقول تاني احتراما للمسؤولين بتوع الدوله اللي انا قعدت معاهم النهارده، مسؤولين كبار جدا، واديتهم فرصه قالوا لي جناحي بلاك للابلع وعملناه. احنا بقى كدوله لنا حساب مع الفاسدين. المهم ده بيتم الحد ان شاء الله. اذا انتهت، اذا انتهت ومن قبض رشوه لسه في مكانه، هجيبكم تاني يوم الاثنين وسامع بقى العالم كله بالتفصيل. فاتحين انتوا يوم الاثنين هتبقى بروفين يعني، مش كده؟ يوم الاثنين فاتحين مش عارف. انما زي ما قلت لكم احترمت مع الناس اللي انا اتاخرت معاهم وقعدت معاهم كده، اللي سمعوا وشافوا وتاكدوا ان انا ما بهزرش ومش مسرحيه ومش رامي جتت، وقائع ثابتة ومسجلة. طبعا الأخ اللي بيصرف باسم عادل ده عايز يموت يعرف التسجيلات فين؟ أنا؟ آه طبعا طبعا ده أنت الوحيد اللي بتصرف دلوقتي. وأنا معاك. مضمون الاتفاق مليون ومليون، اتقبض المليون الأولاني، ولو قلت لك بقى مضمون الاتفاق ما خلاص يبقى احنا كده تعدينا اختصاصات معالي النائب العام والناس اللي قاعدة معاه. انما لن يسمح، مش اللي الزمالك ما يتغلبش يتغلب ولا ما يتغلبش عليه، عادي ما عمرش وعدل. اخ يا وجيه بيسالوه امبارح عند خالد رمضان، كل ما يسالوه يقول لك المرتضى قدم طلب بالبلد، لا يا استاذ وجيه اتفضل بلاش كده، بلاش انت تتكلم. اولا الطلب بيتقدم للجنة الحكام عند السيد عصام عبد الفتاح في السنة اللي فاتت بعد ماتش، أعتقد حكمناه برضه ماتش الإنتاج الحربي باين، في ماتش برضه الإنتاج الحربي. تمام؟ وقتها أنا ما بختارش حكام، يعني لجنة الحكام معظمهم ناس محترمين وشرفاء. ما بختارش. إنما القاضي اللي قاعد على المنصة، وأنا كنت قاضي قاعد على المنصة، رئيس محكمة. أول ما الأستاذ المحامي يقول لي أصل يا أستاذ سعادة الريس أصل القضية قدام حضرتك، أقول له حضرتك عايز إيه؟ يقول لي حلها، أقول حاضر بحلها. هو مش مختار قاضي، إنما هو شايف إن القاضي ده ممكن يظلمه. القاضي اللي قاعد على المنصة مش أبو شرطة ده بقى القاضي الحقيقي، يحيل قضية من قدامه دي قاضي تاني. إنما كل ما تيجي يقول لك لن يختار الحكام. لا ما أنت برضه ما تختارش بمزاجك عشان الاتفاق اللي أنت بتتفقه مع الشركة العالمية. ها؟ وبعدين تيجي تقول لي ما تتكلمش، لا هتكلم. هتكلم طبعا.